الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. لا سحر ولا شعوذه، قلنا هنركز في الالعاب البرلمبيه. اخونا عبد الاله غاني قدر ان هو يفوز بالميداليه الذهبيه. احنا عالم بنيجي وبنجيب الخير ورانا. تقول لك كابتن انت فقري، انت طول عمرك بتيجي وبتجيب الشر في ديلك. ولد عيب عليك، انت من يوم ما عرفتني شفت ايام سودا؟ ما كانتش كتير، بس شفنا ايام افضل كتير يا صديقي العزيز. فبما انك بتشوف معانا ايام سودا وحلوه، فممكن تعمل لايك وسبسكرايب عادي يا صديقي العزيز. هتقولي معلش بس انا لا مؤاخذه، يعني قريت ان عبد الاله غاني خد الميداليه الفضيه، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ تعالى يا ابو عمو تعالى. تعرف رمي الجله اللي هي بتتحط كده ويفضل يلف بيها يلف بيها ويرميها؟ هي دي يا صديقي العزيز اللعبه اللي بيلعبها اخونا عبد الاله غاني. اخونا عبد الاله قدر ان هو يفوز بالميداليه الفضيه مؤقتا، ولكن الوفد المغربي شاف ان بطل العالم الجورجي نوعا ما المحاوله بتاعته كان فيها مشكله، المحاوله اللي قدرت تخليه مركز اول وياخد الذهب. فبناء عليه الوفد المغربي قرر ان هو يعترض على المحاوله الاخيره للبطل الجورجي، وبناء عليه قدر اخونا عبد الاله غاني ان يفوز بالميداليه الذهبيه، لان اللجنه الفنيه او اللجنه بتاعه البطوله قدرت ان هي تقول ان المحاوله بتاعه الجورجي كانت غير صحيحه. فبناء عليه اخونا عبد الاله خد الميداليه الذهبيه. يا باشا الناس كانوا قاعدين مصحصحين بره، اخوانا ده الوفد المغربي اللي بره كانوا قاعدين مصحصحين. اصل معلش يعني عبد الاله غاني عمل رقم قياسي جديد وهو 9 متر بوينت 22، يعني 9 متر بوينت 22 او 9 متر و22. فانت بتتكلم على رقم قياسي جديد في الالعاب البرلمبيه. الالعاب البرلمبيه دي هي اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي بتتلعب لاخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصه في باريس 2024، بتتلعب دايما بعد الاولمبيات. واحنا طبعا بنغطي احترام وتقدير لكل الابطال دول، لان معلش يعني اخونا عبد الاله قدر ان هو يفوز بميداليه ذهب، ودي حاجه تحترم جدا 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 مع رقم قياسي جديد، بجانب اخواتنا التانيين اللي خدوا 4 ميداليه. ابطال المغاربه خدوا 4 ميداليه، فالمحصله دلوقتي بقت 5 ميداليات بالميداليه بتاع عبد الاله غاني، فيهم 3 برونز وواحده فضه وواحده ذهب. ولسه يا صديقي لسه باذن الله، يعني لسه المغرب حصل على 5 ميداليات في الالعاب البرلمبيه. فضيتي عبد الاله غاني، ده طبعا كانوا بيقولوا ان هو فضيه في الخبر الاول، بس بعد كده الخبر هيتصحح. وفاطمه الزهراء، يبقى كده نقول ذهبيه عبد الاله غاني وفضيه فاطمه الزهراء الادريسي، وثلاث ميداليات برونزيه لكل من رجاء اكرماش وايمن الحداوي وايوب عدويش. الف مليون مبروك للابطال المغاربه، وان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح في الالعاب البرلمبيه، وان شاء الله يقدروا ينهوا باكبر عدد ميداليات ممكنه.